انا مسافر الامارات يا حدا الشيبة، ما تهزرش، اقسم بالله سافر من مطار ايه؟ من مطار القاهرة هتنزل في مطار ايه؟ في مطار دبي. جدع. والله واحدة صاحبتي قالت لي تعالى فسح لك كام يوم، بتعمل لي التأشيرة ومسافر طلعت الباسبور ولا هتروح بالبطاقة؟ معاه من زمان. رحت باسبور؟ البطاقة ايه؟ معايا وربنا من السماء. والله والله شفت تسجيل الأغنية، قلت لك هتنجح. واحد نشرها، ما اعرفش كان بيصور عندكم، شاب صغير ونشرها. ونجحت، ايه نجحت نجحت، كسرت مصر، يا باشا. احنا كسرت الصعيد. اختو حبيبتي حقك عليا، تسأليش. استنى يا باشا اسمعك اللحن اللي هنعمله يا باشا، مش اللي الكرام مش راضي بيه. نزلها يا عبيط. والله العظيم تصدق يا جماعة، انا مشيت واقسم بالله